بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقلنا إنا جعلناك خليفة، يعني الله استخلفنا جميعا في الأرض وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل، أو خليفة للرسل الذين سابقوا ينبه إلى من طمس من مواهب الحق في الخلق. فاحكم بين الناس، الحكومة بين الناس لا تكون إلا على اختلاف بينهم، لأنهم لو لم يختلفوا ما تحكموا. إذن فأمر الحاكم يجب أن يكون في الأمر الذي اختلف فيه الناس، ما لم يختلف الناس في شيء فلا دخل للحاكم فيه، إلا أن يكونوا قد اختلفوا في اجتماعهم على باطل يبقى اختلفوا مع الحق الأعلى، يبقى هنا يتدخل. وكلمة الحق معناها الشيء الثابت الذي لا يتغير، لأن الأمور التي تتغير ونحن منها أغيار، معنى أغيار يعني ما نستقرش على حال، ده للإنسان، لكن الحكم الذي يحكم حركة الإنسان ما دام من الله فحكم لا يتغير، يعني ما دام الله قد أتم النعمة وأكمل الدين ورضي الإسلام فلا استدراك لأحد عليه في شيء من الأشياء، لأن الاستدراك طعن في استقصاء الله لحكمة الحكم. فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، هذا الحق يقابله الباطل، قد يعلو الباطل في بعض الأحيان ولكن الحق يظل هو الحق. طب ولماذا يترك الله الباطل ليعلو في بعض الأحيان؟ ليبين للناس حلاوة الحق بأن يشهدوا مرارة الباطل، فإذا لزعهم مر الباطل فزعهم إلى طلب الإيه؟ إلى طلب الحق. ولذلك الحق عالي وإن كان الباطل يعلو، لأنه ضرب له مثل كذبت، فالله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد خد من المية على قده، فاحتمل السيل زبدا رابيا، زبد اللي بيطلع على وش المية ده، الرغوة دي اللي بتاخد القذرات والقش والمش عارف اللي بتطلع رغوة كده، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن الحق ثابت، ولذلك لما أقول المناهج الإلهية جاءت لتجعل كلمة الله هي العليا، لا، ده لتجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى، ولذلك ما اعطفهاش وجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى، ما قالش وكلمة الله العليا، لأن كلمة الله العليا ليست جعلا وإنما شيء ثابت حق. ولذلك يقول إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ما عطفهاش على الجعل لأنها مش جعل، لا، ده أمر ثابت لا يتغير، وإن علا في بعض الأحيان فلكي يزيق الناس مرارة الباطل ليفزعوا إلى الحق. ولا تتبع الهوى، ما هو الهوى؟ الهوى هو ميل النفس إلى شيء تهواه بغض النظر عن منهج يحكمه، أنا عايز الهوى بس، هوايا كده. طب الهوى ده يختلف باختلاف الناس، لأننا بنلاحظ حتى الأصدقاء الحميمين أوي
وما بياكلوا مع بعض ويناموا بعض ويمشوا مع بعض وبعدين يدخلوا يشتروا هدوم، ده ياخد اللون البني وده ياخد الكحل وده ياخد الاصفر وده ياخد الابيض. ايه ده؟ يبقى كل واحد مع ان في جامعه جمعاهم وهي الصداقه، انما في هوى للنفس بتحب دي ودي تحب دي وتحب دي. اذا لكل نفس هوى، هوايا وهواك قد يختلف، لازم نرجع الى شيء لا نختلف فيه. وحين نرجع الى شيء لا نختلف فيه ان كان من اعلى منا فلا غضاضه. الغضاضه تيجي انك انت تخضع لواحد مساويك، انما انا اخضع لواحد اعلى مني، طب ده لما بكونش اعرف حاجه بجيب واحد بوكل واحد، يبقى معناها ايه؟ انني اطلب الحكمه في وضع الشيء في نصابه. الهوى بقى هنختلف، ولذلك يحكمها الله بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق اهواءهم، يعني لو كان الحق هيمشي على تبع الهوى لفسدت ايه؟ جاب ايه الاول؟ السماوات. يا بقى طب ما كان يجيب الارض اللي هي لا تفسد الارض، لك لا ده هتفسد اعلى من كده، الفساد هيمشي الاعلى من كده، لان سيفسد حكم الله المنزل من السماء. وما دام هيفسد حكم الله المنزل من السماء يبقى السماء الاول، لان هي دي الحق. ولذلك الم يقولوا في 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 مطالبهم او ان تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، اهو ده هوى. طب لو ربنا اجابهم كانت تفسد السماوات ولا لا؟ يبقى لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت. يبقى من رحمه الله بالخلق ان عصم اهواءهم، بس عصم اهواءهم في اي ناحيه؟ في المناهج النظريه التي تحكم الناس اللي الناس تختلف فيه، اما الشيء الذي لا يختلف فيه فترك العقول تربع فيه زي ما عايز. ليش معنى ساب دي كده؟ قال لك لانهم سينتهون الى حق واحد مجمع عليه. العلوم الماديه، العلوم التجريبيه كلنا وصلنا اليها ولا لا؟ الروس زي الامريكان بالعكس، يعملوا في مناهج الهوى زي الاشتراكيه والراسماليه والوجوديه، يعملوا سدود علشان مبدا ده ما يروحش هنا، ويعمل حواجز حديديه عشان مبدا ده ما يروحش هنا. دي مبادئ الهوى، ده عايزين المبدا. طب وفي الثانيه بقى؟ قال لك لا، ده في الثانيه يتلصصوا ويعملوا جواسيس يبعتوهم في البلاد علشان يشوفوا وصلوا ايه في العلم التجريبي، يسرقوها من بعض. اذا فالشيء الذي سنتفق فيه لا تتدخل فيه السماء، علم كون، علم تجريبي، وحكمها رسول الله بتأبير النفس. بتعملوا ايه بالأبر النخل؟ ليه؟ عشان يطرح. طب ولو ما عملتوش ما يطرح برضه؟ عمل النبي، عملها في نفسه. في احسن من كده بقى؟ وبعد ذلك ما يأبروش النخل فيخيب، وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون دنياكم، يعني العلم التجريبي اربعوا فيه زي ما تربعوا، لانكم ستصلون الى شيء واحد تتفقون فيه وتسرقوه من بعض. اما في الاهواء فسيحجز كل هوى، يحجز كل هوى عن ايه؟ عن الهوى الاخر، ويحصل الصدام باردا او ايه؟ او حارا. ليه؟ ولا تتبع الهوى ان اتباعك يضلك عن سبيل الله. النبي مش خط خطوط كده متعدده وبعدين جاب خط مستقيم؟ قال هذه سبيل، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. وتفريق السبل دي يجي بمل واحد، مل يفرق السبيل. تعالى عند المركز واعمل خطين بينهم وبين بعض عند المركز، مل واحد، وسيب الخطين يمشوا، كل ما يطلع فوق يبعد، كل ما يطلع فوق يبعد، كل ما يطلع فوق. ده انت لما تشوف المحولجيه بتوع القطر وتلتفت لاي واحد محولج عشان يحول القطر الاسكندريه او الاسماعيليه، دي كده، وشوف دي فين ودي فين، المحولج بيعمل ايه؟ بيعمل مفتاح كده اهو، سمكه 5 مللي يلزق بالقضيب، يروح الخط محول. شوف بقى لما يحول يمشي بقى في الفرق قد ايه؟ الفرق كان ايه؟ هات الدايره واعمل فيها انصاف اقطار، تقوم تيجي كل ما تيجي عند المركز تقرب من بعض، وكل ما تبعد عن المركز تبعد عن، هكذا تتفرق السبل. ولذلك هناك يقول لك سواء، يبقى برضه مش السبل بس، ما هو طريق يبقى واسع، افرض طريق واسع، هو طريق من الاسكندريه استراد يعني رايح وجاي ومش عارف ايه، واسع قوي صحيح ومستقيم، انما الطريق نفسه يقدر تروح كده وتيجي كده، وتروح كده وتيجي كده، يطول ولا ما يطولش؟
يطول. ولذلك سواء السبيل يعني اجعل الجانبين على سواء، الجانب ده زي الجانب، شوف تمشي قد ايه بقى، ما تعملش لا كده ولا كده. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ جاب العله بقى اللي احنا قلناها البارح، عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لو تذكروا يوم الحساب على السيئه اللي بيعملوه ما كانوش عملوه، كذلك لو تذكرنا الثواب على الطاعه ما كناش نكسل ايه، نكسل عنه. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ده احنا خلقناها حق ولذلك ثابته لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل ساعه تطلع مش عارف. الله مساله ثابته، لو كانت مبنيه كده ارتجالا كان يحصل صدام في كل ايه، في كل دقيقه وفي كل ايه لحظه في الافلام. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هم ظنين كده انها اتخلقت كده، يقولوا الخلق كده ما يبقاش خلق، لازم الخلق يكون عليه لغايته عند الخالق قبل ان يخلق. يعني زي ما قلنا الغساله والتلفزيون، هل المخترع اخترع آلة ورماها في السوق وقالوا شوفوا دي تنفع في ايه، ولا قبل ما يعملها قال انا هعمل غسالة، انا هعمل بوتاجاز. الله، اذا الغاية لازم تحدد امتى، قبل بداية الصنع. ومن الذي يحدد الغاية؟ من صنع. تعال، ومن الذي يضع قانون صيانتها؟ برضو من صنع. إذا ضلال العالم كله جاء ناشي من إيه؟ من أن صنعة الله يريدون أن يقننوا بأنفسهم لها غاية، ويريدون أن يقننوا لها قانون إيه؟ قانون صيانة. نقول له لا، ردها إلى صانعها كما تصنع في حالة الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول لك ربنا عمال بيوعد بالنار والعذاب ومش عارف ويصلى مش عارف، ده حاجة يعني قاسية أوي. قال لك لا، حين يعظم الذنب قبل أن يقع بالجزاء عليه بعد أن يقع يكون حظه ما يحصلش، يبقى بيرعببني عشان إيه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب وأم دي جاي إزاي بقى؟ أم قال لك فويل للذين كفروا من النار. يقول لك طب ايه بقى؟ قال لك هنجعلهم زي اللي استقاموا على المنهج ومشوا وسلم الناس من ألسنتهم ومن أيديهم وأشاعوا الأمن وأشاعوا المحبة، نسويهم بالناس اللي. ولذلك احنا كنا نرد على الشيوعيين، الشيوعيين عملوا في الناس ما ينعملش، الرأسماليين زي ما يقولوا صدقناكم في أنكم اضطهدتم الرأسماليين والإقطاعيين زي ما بتقولوا، وعملتوا فيهم اللي بيعملوا وخدتوا منهم حاجتهم وودتوها للناس، صدقنا يا شيخ انهم ظلموا. طب واللي فاتوا منكم بقى ما ادركتهمش انتم وظلموا الظلم ده كذا قرن، كان من الواجب ان تقول لا، ده لازم في حته ثانيه هيتعذبوا، يبقى كان يجب ان تؤمنوا بان فيه اخره، واللي فات منكم مش هيفلت من ايه؟ من عذاب الاخره. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني فويل للذين كفروا من النار. اوعى تاخدكم بالرأفة، لأن لو خليتكم بالرأفة هنبقى نجعل الإيه؟ نجعل دول زي مين؟ زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش إيه؟ مش معقول. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الفاجر هو الذي يفجر، يفجر يعني يعمل إيه؟ يفسق زي ما فسقت الرطبة، فاسق يفسق عن القانون الذي يحميه ويحمي المجتمع، لأنه قبل ربنا ما يحمي المجتمع من فاسق حمى الفاسق من المجتمع. طب الفاسق واحد والمجتمع كتير، يبقى مين اللي كسبان؟ ده حماك من كثير وانت حمى منك المجتمع، يبقى انه اللي احسن بقى. وايضا الانسان حين تمر المسألة بخاصة نفسه يلتفت إلى الحق قصرا عنه، يلتفت إلى الحق قصرا عنه، لأنه مش حاجة حماية للحق. إحنا ضربنا مثل طلبة الجامعة زمان، قلنا هب أن ثلاثة من الشبان وكانوا في دور المراهقة
واثنين منهم مشوا زي ما بنقول على حل شعرهم، وواحد قالوا عليه ده طشت ده جردل ده قفل ده، وقعدوا بقى يقولوا له اللي بيقولوا احتكروا ده الصلة يخدنا على جناحك، اعتزلوا. وبعدين الاثنين اللي ماشيين على حل شعرهم كان واحد منهم عنده بنت اخت والتاني راح يتجوزها، يديها له بالله ولا يديها للجردل؟ لما حصلت بقى انت عايز تاخد اختي انت عارفك يعني. طب يفرض انه راح سال عليه في البيت وبعدين دخلوه في البيت يستناه ويدخل يلاقيه هو في البيت، يعمل ايه مع انه صاحبه؟ جسمه يغلي ويقول زمانه عمال يبص ليه، يعمل عمل ايه بالكلب مع انه صاحبه؟ طب ولو كان التاني الجردل بقى يطمئن اليه كده ويبقى كويس ويمهم الله. يبقى اذا الحق حق والفضيله فضيله، ما فيش فيها اضافه. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ مفسدين في الارض، قال لك لان الارض مخلوقه على هيئه الصلاح، فما تفسدهاش انت ان لم تكن تستطيع انك انت تزيد صلاحها، ما تفسدهاش. قال قوي احنا نقدر نزيد صلاح ايه مثلا؟ احنا كنا لما نعوز نجيب ميه بنعمل ايه زمان؟ كنا بنروح على الترعه نجيب بالجره ولا نجيب بالقربه ولا نروح نعمل، مش كده اللي بنحصل؟ وبعدين واحد ربنا هداه كده للاواني المستطرقه وقال بدل الناس ما تتعب كلها وتروح عند مش عارف ايه وبتاع، ما نعمل حاجه تشفط الميه دي تعليها او في حته ونسحب منها مواسير والناس كل واحد يفتح حنفيته، يبقى زادها اصلاحا ولا ما زادهاش؟ يبقى زادها اصلاحا. يبقى اذا ان لم تزد المساله اصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش. احنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعدده، فساد في البيئه بايه؟ الجو مش كده؟ وبعدين الميه نرمي فيها قذورتنا ونرمي فيها مش عارف ايه وبتاع. قلت لكم انت ادخل بستان لم يدخله انسان اسمه أنف، أنف يعني ما حدش دخله، تقوم تجد ايه؟ رغم ان في حشرات وحيوانات واشياء متعدده لا تشم ريحه وحشه، لكن شوفوا لما يدخل بقى في الانسان ويقعد له اعلى بقى هو والعيله ويرمي العظم والسفع والحلل والبتاع الصفيح والقرف اللي بيعمله تبتدي تبقى إيه؟ يبقى انت افسدت مصلحه. ولذلك يقول لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني سيبوها على حالها. ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل اليه الانسان، انما كل الفساد جاي منين؟ الحته اللي دخل فيها الايه؟ بس دخل بغير منهج الله، لو دخل بمنهج الله كانت الامور ده ايه؟ تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، لان كل القصص وكل الحاجات جايه عشان ايه؟ لنثبت به فؤادك. قال له كتاب اللي هو القران انزلناه اليك مبارك. ايه يعني مبارك؟ المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائده على قدر ما تتصوره انت في حجمه. يقول لك ده شيء مبروك يا اخي، بناخد منه ويخلص، كانك انت كنت لما تاخد منه يخلص. قال لك لا، يبقى مبروك. اسمه ايه الشيء ده؟ مبروك يا اخي. مبروك يعني ايه؟ ناخد منه ما يخلص. الله. يبقى اذا الشيء يعطي من الثمره فوق ما يظن من مثله لمثلنا، يبقى ده اسمه ايه؟ مبارك. ولذلك انت تشوف مثلا واحد مربي عياله وبعدين تقول يا اخوان ده الراجل ده مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيزرع ازاي؟ دي الحكايه ده احنا عايشين مش عارف ايه وبتاع. يقول لك يا اخي ده حاجه مباركه. مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا، وبعد ذلك يسلب المصارف. يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يبقى يغني كتير، يقولوا لا، يكون يقلل مصرفك ده رزق. مثلا انت بتاخد 100 وده بياخد 100، وبعدين ال 100 بتاعتك فيها شويه شبهه حرام ودوكا حلال، يجي تدخل كده تقوم الست تقول الولد ساخن،
يوم ربنا يدخل الكلمه دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. يقول لها طيب اعمل له ايه؟ كوبايه شاي وهات له قرص اسبرين. يروح جايب قرص اسبرين وشويه شاي ياخذ هو بعد يفوق الولد. واحد تاني بقى ينشعف ايه؟ ساخن يروح على الدكتور ويروح على الدكتور يصرف له 30 40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه بكام. يبقى ادى ايه؟ خد مصرف كتير ودوكا ما خدش. يبقى اذا الرزق رزقين، رزقه ايجاب ان يزيد الدخل، رزقه سلب ان يقل المصروف. دي ده مبروك اسمها ايه؟ مبروك. طب القران مبارك، الاوي مبارك اوي، ده مبارك باعطائه الاحكام الظاهريه اللي انت بتشوفها اللي بيعملها. ليه؟ لانه سيربي النفس على استقامه. هذه الاستقامه لو نظرت اليها اقتصاديا تجد انها لا تكلفك شيئا. الاستقامه ما تكلفش، انما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو اللي يكلف، والاستقامه ما تكلفش. طب تعال نمسك النبي مثلا، قال لك ايه؟ الكافر ياكل في سبعه امعاء والمؤمن ياكل في معا واحد. يعني دوك هيملى بطنه كده وبعدين ياخد صوار، ودوك التاني المؤمن كده ياكل على قد لقيمات وقمنا صلبه ومش عارف ايه بتاعه حاجه زي دي. ثانيا لا ياكل الا اذا جاع، واذا جاع يبقى اي طعام لذيذ ولو عيش حاف ولو عيش وملح. طب كده خليهم لسه ما سووش الطبيخ وانت يبدك رومي وانت جعان داخل، وبعدين تدخل تقشقش لقمه ناشفه وحته بصله من اللي باقي وحته قطايه وتاكل لك لقمه، وبعدين يستوي الديك الرومي يقول لك قوم كل، تعمل ايه؟ ولذلك العرب الناصح قال طعام الجائع هنيء. وعايز النعمه تبقى كويسه قدامك جوع وكل. طب لو انت شفت كده الموائد عليها سلطه قد ايه؟ كم صنف من السلطه دلوقتي؟ ياهو، سلطه قوطه وسلطه بدنجان وسلطه طحينه وسلطه لبن وحاجات تانية احنا ما نعرفهاش. انا بتكلم على قد ما نعرف وحاجات تانية، ويجيب انشوقه ويجيب كافيار. طب على ايه ده كله؟ قال لك لانه ده بده يعمل مشهيات عشان ياكل كتير. هنقول له لا، المؤمن مش كده، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. دي اقتصاديه ولا لا؟ اقتصاديه. يبقى اذا المنهج اللي نزله ربنا بافعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعاده للكل، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا، كل حاجه بدون تكلفه. ومبارك تاني قال لك لما انت تروح بقى وتتصوف مع المنهج وتعشقه كده، ربنا يبين لك بقى اسرار ثانيه كبيره قوي، اسرار تخليك الغير يتعجب منه. الم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى. يعني موسى جاب له قال له ربنا عايز منك تعمل كذا، مين اتبعه؟ بس اتبعه بايه؟ باخلاص، واتبعه بعشق. ام ربنا اطلعه اهل مبارك جات له ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هيجعل ليه فرقان تاني؟ ده بدل التقيت بتاع تبع الفرقان اللي هو القران. أم قال لك لا، لو اتبعت القران وعملته بعشق واخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص يديك، اهو زي اللي جابه للعبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. يدبروا، قال لك ما تنظرش كده سطحية المسألة، انظر إلى أعقابها، انظر إلى المعطيات التالية، إلى الخلفيات، إلى اللوازم، علشان تستنبط منه أشياء بقى ليه. ولذلك أهو لما الخضر قال له السفينة هي وخرقها، موسى قارن بين سفينة إيه؟ سليمة وسفينة مخروقة، مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ السليم، ادي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياس كده. العبد الصالح قارن بين سفينه مخروقه ولا سفينه اصلا، السفينه اتاخت. يبقى ايه اللي احسن بقى؟ الراجل الظالم بياخد السفينه السليمه الحلوه
ولما يلاقي سفينة معطوبة كده يسيبها، فهيلاقي ما أخروها ومعطوبة يعود عنه، يبقى ضمننا السفينة لمين؟ أهديا بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. ساعة ما واحد يكون بينك وبينه صفقة وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوف أصلي، شوف، ويقعد يعمل لك الفتلة ويولع إليها مش عارف إيه وشوف ما يكرمش، شوف تقول إيه، وينبهك، ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك إلا لشيء يعتقد أنك ستقبل عليه. إنما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمة تلاقيها ضيقة، يقول لك لا ده بالمشي هتوصل. طيب وإن كانت واسعة، يوم هو يشوفها واسعة يقول له لا الجزمة دي شوية إيه ضيقة عليك شوية، هي واسعة ما تشوفها. يبقى عمال بيعمل إيه؟ عمال بيلف عقلك. انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل وينبه عليك ولا تنبه كويس خلي. فالذي ينبه عقلك في الحكم واثق من ان صنعته العقل يقبلها، واللي كلفتك كده اهم فيها ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحثش فيها، دي مسائل دينيه مثلا مش عارف، تقول له لكن احنا عندنا اتذكر اتدبر افكر ايه، يبقى معناها ايه؟ واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح. ليتدبروا آياته الله وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان، رجع ثاني لقصة مين؟ لقصة سيدنا داود، بس علشان يبقى أب لسليمان. من العجيب إن داود وسليمان يشتركوا في أشياء. لو نظرت إلى أول كلام عن داود في سورة البقرة، خلاص، وإيه وقتل داود إيه داود جالوت، هذا أول ذكر لمين؟ لداود. وآخر ذكر له في سورة الصاد، ووهبنا لداود إيه سليمان. بقى أول ذكر لداود كان فين؟ في البقرة. وآخر ذكر لداود في سورة إيه؟ في سورة صاد، اللي هي ووهبنا إيه؟ لداود سليمان. سليمان برضه أول آية تكلمت عنه في البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. خلاص؟ وبرضه آخر آية تكلمت عن سليمان في سورة صاد. آخر آية تكلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.